عليكم. اليوم راح نشرح عن النون ريتيرن فالف اللي هو الصمام اللا رجعة. هذا الصمام ينشد على المانعات الامتلاع البوابية، يمنع رجوع الطين من البير الى داخل البمات، وايضا يسمح بمرور الطين من البمات الى داخل البير. بس هذا حاليا احنا رفعنا الكفر الخارجي مالته، راح تشوفون هاي السبرينج، ورا السبرينج تطلع هاي السي 12. هذا السي 12 ويقعد السي 12 بمكان خاص له. هذا عبارة عن ربل، ربل هذا الأسود عبارة عن ربل. طريقة دخول الطين يدخل من هاي الفتحات الثلاثة ويطلع بهاي الفتحة الصغيرة اللي هي موجودة هنا، هاي الفتحة. يعني إذا رجع الطين من ذيك الفتحة راح ينسد السيد فالف لفوق بحيث يمنع دخول الطين من هاي الفتحات الصغيرة، بس يسمح بنفس الوقت بمرور الطين من الأسفل إلى الأعلى. وهسه راح نشده، نرجع نشده، وهاي هي كل أجزاء شد. خليه بس يشوف هذا من داخله. شوف هذا المكان يقعد بالسبرينج هنا حتى السبرينج لا يتحرك.